بعد البحث والعمل لمدة شهور تمكنت أخيرا شباب من اكتشاف طريقة رائعة وشغالة 100% لمنع جميع التطبيقات التي نحملها من خارج أب ستور بدون جيل بريك، سواء تطبيقات البلاس أو أي شيء تحمله خارج أب ستور ويتوقف بعد أسبوع. إن شاء الله بهذه الطريقة لن يتوقف أبدا وسيبقى في آيفونك للأبد. الطريقة معقدة بعض الشيء لكن إن شاء الله ستحتاج لتفعيلها مرة واحدة. سأشارك معكم في هذا الدرس الخطوات الصحيحة، ابقوا معي. اهلا شباب، كيف حالكم؟ اذا كان عندك ايفون وكنت تزورنا لاول مره، قناتنا تختص في كل ما هو جديد في عالم الايفون من تهكيرات وتطبيقات وكل ما تحتاج له لترتقي مع ايفونك يوم بعد يوم. لا تنسى الانضمام للعائله. نمر مباشره الى الشرح شباب. اول ما سنحتاج اليه هو هذا التطبيق الذي تشاهدون من هنا، دينس كلوك. طبعا ساترك لكم رابطه تحت الفيديو في الشرح مصحوب مع الروابط التي سأشارك معكم في هذا الفيديو. هذه هي واجهة التطبيق، لكن قبل ما سندخل إلى التطبيق سنحتاج إلى القيام بهذه العملية. سنذهب إلى هذه الصفحة والتي طبعا سأترك لكم رابطها تحت الفيديو في الشرح. ستنزلون إلى الأسفل على هذا الشكل شباب، وسنقوم بنسخ جميع هذه الروابط. سنبدأ من هنا كما تشاهدون، نضغط بجانب الرابط ضغطة مطولة لكي تظهر لنا علامة التعليم على هذا الشكل، ثم نقوم بنسخ هذه الروابط الاثنين على هذا الشكل، ومن ثم نعمل لها كوبي ونعود الى تطبيق النوتس على الايفون على هذا الشكل. تطبيق النوتس على هذا الشكل نقوم بفتح صفحة جديدة، ومن ثم نقوم بلصق هذه الروابط من هنا، ونقوم بجلب الروابط الاخرى. سنقوم بالضغط عليها من هنا كما تشاهدون، ونقوم بجلب جميع هذه الروابط على هذا الشكل شباب كما تشاهدون. هذه الرابطين الموجودين من هنا وهذه الروابط يجب أن نجمعها كلها في هذا الملف على هذا الشكل. يتساءل بعض الإخوة ما هي هذه الروابط؟ هذه الروابط هي التي تستعملها شركة أبل لتعرف أنه بداخل آيفونك برنامج أو أي شيء أنت محمله من خارج أب ستور، وبهذا تستعمل هذه الروابط والسيرفرات لتقوم بمنع ذلك التطبيق وتوقيفه في آيفونك. ما سنقوم به هو منع هذه الروابط على آيفوننا بهذه الطريقة كما تشاهدون. لما سنقوم بنسخها كلها داخل تطبيق نوتس، سنذهب على علامة الشير الموجودة من هنا، نضغط عليها بهذا الشكل. مباشرة سنذهب من هنا إلى الأسفل كما تشاهدون شباب، وسنضغط على Save to Files كما تشاهدون. Save to Files موجودة هنا، نضغط عليها بهذا الشكل، ومن ثم نضغط على iCloud Drive على هذا الشكل، ومن ثم نضغط على Add. إذا لم يكن عندك iCloud اضغط على On My iPhone، اوكي. لما نضغط على iCloud Drive على هذا الشكل، نضغط Add على هذا الشكل. انا عندي الملف من قبل لانني جربت الطريقة من قبل، لكن اضغط Replace لكي يتم تعويضه. انتم سيتم نشره مباشرة داخل تطبيق الفايلز. الان قمنا بنسخ باخذ نسخة لهذا الملف داخل تطبيق فايلز. الان ما سنحتاج له هو الذهاب الى هذا البرنامج الذي قمنا بتحميله، DNS Cloak. كما تشاهدون شباب هذه واجهة البرنامج. مباشرة بعدما ندخل له لاول مرة سنذهب الى هذه الاشرطة الثلاثة الموجودة من هنا على هذا الشكل، ومن هنا كما تشاهدون يجب علينا ان نقوم بتفعيل هذه الميزة من هنا كما تشاهدون شباب، Connect on Demand. ضروري جدا تكون مفعلة الميزة الاولى من هنا والميزة الثالثة. الميزة الثانية يجب الغاء تفعيلها اذا وجدتها مفعلة. ومن ثم نضغط نذهب الى Black List and White List على هذا الشكل، نضغط عليها من هنا، ومن ثم مباشرة شباب نضغط على Pick Black List File على هذا الشكل كما تشاهدون. لما سندخل عليه سيأخذنا مباشرة إلى تطبيق الفايلز، وسنجد الملف الذي قمنا بأخذ له نسخة من هنا على شكل، ستجد اسمه تكست، دائما يتم تسميته تكست كما تشاهدون. نضغط عليه بهذه الصورة، وبهذا سيتم تفعيل هذه الميزة من هنا كما تشاهدون. قد تم تفعيل هذه الميزة لمنع هذه الروابط. الآن يجب علينا تفعيل هذه الميزة، كل ما علينا فعله هو الرجوع للصفحة الماضية على هذا الشكل. ومن ثم شباب نذهب على AdGuard DNS كما تشاهدون، هذا الاختيار الموجود من هنا، هنالك العديد لكن نحتاج AdGuard DNS. نضغط عليه بهذا الشكل، ومن ثم نضغط على Use This Server على هذا الشكل. سيطلب منا على أنه نعطيه الدخول إلى الـ VPN، نضغط Allow على هذا الشكل، ومن ثم سيطلب منا كود فتح قفل الآيفون، نقوم بإدخال الباسورد على هذا الشكل،
ومن ثم ننتظر إلى حين يتم اتصال هذا السيرفر. سيتم اتصاله في بضع ثواني، لكن إذا لم يرد الاتصال على هذا الشكل سأريكم الحل. سننتظر بضع ثواني لنرى إذا كان سيتصل أو سيعطينا ذلك المشكل، لكن كما تشاهدون الشباب قد تأخر بعض الشيء، لذلك سنحتاج إلى الضغط على ستوب من هنا. كما تشاهدون نقوم بتوقيفه على هذا الشكل، ننتظر إلى حين يتوقف، وكما تشاهدون لما يتوقف سنذهب إلى الإعدادات لنرى إذا هو شغال أو ليس شغال. سنرجع إلى الإعدادات على هذا الشكل، ومن ثم نذهب على VPN وسنجد على أنه غير شغال. كما تشاهدون هو DNS Clock من هنا هو غير مفعل، يجب علينا أن نعود إلى تطبيق مرة أخرى ونضغط على Stop ثم نضغط على Continue على هذا الشكل. ننتظر بضع ثواني لكي يتم توقيفه من هنا، ومن ثم نضغط على Use this server مرة أخرى، نضغط No Text، ومن هنا إذا رجعنا إلى الإعدادات سنجد على أنه مفعل من هنا. الشيء الرائع شباب هو أن خاصية الـ VPN لا تظهر، لن تظهر عندك خاصية الـ VPN. هذا الـ VPN هو ليس بـ VPN ثقيل، لن يقوم بعمل أي ضرر بأيفونك، أيضا بتأخير أي إنترنت في أيفونك، ستبقى الإنترنت عادية، سيبقى الـ VPN مشغل دائما على هذا الشكل، لن يظهر لك على أنه مشغل ولن تحس بأي تغيير، فقط سيتم منع جميع التطبيقات التي ستقوم بتحميلها بعد هذه العملية، لن تتوقف للأبد وستبقى في أيفونك للأبد. كما تعلمون هنالك مشكل حاليا في جميع المتاجر، شاهدوا هذا الموضوع الذي شاركته معكم من قبل هو الحل النهائي لجميع المشاكل التي تواجهكم بخصوص تحميل التطبيقات خارج أب ستور. لا تنسى الاشتراك والانضمام للعائلة لتتوصل بمواضيعنا كل يوم. نلتقي غدا في درس جديد. سلام.